الفوة هي واحد النبات يعني من النباتات اللي كنستعملوا الجذر ديالو اللي عنده واحد اللون احمر, فهي من عائلة الغوبياسي. فالغوبياسي هي النباتات اللي عندها جذور حمراء او حمراء برتقالية. وهاد هاد النبتة هذه عندها فوائد كبيرة, ففيها فيها واحد المكونات اللي كتعاون في تنشيط الدورة الدموية, فيها مكونات اللي كتعاون في إذابة, هي كانت كتستعمل في القدم كمادة لتنظيف الجهاز البولي. علاش؟ لأنها كتذوب هذوك الحجيرات, كتذوب ليزوكسالات ليفوسفات, هذو كلهم مواد اللي كيكون عندنا في الكيلي كرواسب. الفوة كانت كتستعمل كذلك باش كترفع لينا من القوة ديال الدس, كانوا كيستعملوها وفي التقاليد ديالنا راه هي كيصايبوا بها حتى الخبز. غير هو الفوة كيخصنا نعرفوا أن المقدار ديالها الصحي بالنسبة للبالغين, لأن الأطفال ممنوع منعا كليا نعطيهم الفوة. نسطروا على هذه المسألة, الأطفال اللي قل من 13 عام ما نعطيهمش الفوة لأنها كتضر بالكلاوي, لأن خص الكلاوي يكونوا ناضجين. هذا من جهة. ثانيا الفوة القيمة ديالها هي 10 غرام, اللي هي معلقة صغيرة ديال الفوة مطحونة هي اللي صالحة للبالغين في اليوم, إذا ما نفوتوش هذه القيمة هذه. كنستعملوها لفقر الدم, كنستعملوها لتحسين الجهاز الهضمي كيف ما قلنا, وكنستعملوها كذلك بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم واحد الحريق ديال البول, شرف الله وقدركم, خفيف. الناس اللي كيكون عندهم مشاكل في الجهاز البولي ولكن ماشي بامراض مزمنه. شكون اللي ما خصوش يستعمل الفوة؟ المراه الحامل من الدرجه الاولى, المرأة المرضع لأنها كتدوس في الحليب وحكا تغير حتى اللون ديال الحليب كيولي أحمر. إذن في هذه الحالة كتقدر تكون مضرة. نعم, وحتى كنقول حتى بالنسبة للناس اللي عندهم مثلا دوك البقيرات اللي كيعطيو الحليب, فيبعدوهم على الفوة لأن الفوة كتدوز في الحليب وكتبدل اللون ديال الحليب والجودة ديال الحليب, لأن كاين بعض المناطق اللي كتنبت فيها الفوة. مسألة أخرى أن الفوة ما كتعطاش الناس اللي عندهم مشاكل ديال قرحة المعدة. علاش؟ لأن الفوة كتزيد في الإفرازات ديال الحموضة ديال المعدة. فدونك كتدير ليبيغ اسيديتي. بالنسبه للناس كذلك اللي كيكون عندهم مشاكل ديال الصرع, فالفوه اللي كانت كتخاد مع الادويه ديال الصرع فهي ما كتفاهمش معهم, وكيمكن تضر بالصحه ديال الانسان اللي كيكون كيعاني من مرض الصرع. معلقه صغيره ديال الفوه نديروها في كاس كبير ديال الماء مغلي تيطلق ونشربوه, فهي عندها فائده كبيره. الفوه كنرفعوا لها من المفعول ديالها ملي كنخلطوها مع الكركادي, اللي هي الوصفه اللي عطيت لمحاربه فقر الدم. فغنخلطوا, يا ريت نعاودوا نذكروا بها. فمعلقه كبيره ديال الكركادي, معلقه صغيره ديال الفوه, كنزيدوا عليهم كاس كبير ديال الماء المغلى حتى كيطلق, كنصفيوا هذا المحلول وكناخذوا منه كاس صغير على الريق كل صباح وكنداوموا عليه. فهذا مهم جدا بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من فقر الدم. وهكا الفوه غنستافدوا منها وغادي نستعملوها بطريقه سليمه وامنه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.